أنا أحمد عارف أحمد علي، عندي 22 سنة، عمل مساعد فني في مركز الملك سلمان للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي. درست الهندسة قسم ميكانيكا إنتاج. تعرضت لإصابة في 2018 بعبوة ناسفة في شارع المعلّة الرئيسي، ومن إجرها تم بت رجلي اليمنى، وتعرضت لإصابة بليغة في يدي اليسرى، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن ثم نقلت إلى دولة مصر لاستكمال العلاج، وقمت بتركيب أول طرف صناعي بعد 3 أشهر من الإصابة. عندما عدت إلى عدن احتجت إلى إجراء صيانة في الطرف الصناعي، توجهت إلى مركز الملك سلمان للأطراف الصناعية، وعجبت جدا بكمية الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين، وقمت بالتطوع للعمل في مركز الملك سلمان، وقاموا بتدريبي وتأهيلي للعمل كفني أطراف صناعية. وأنا سعيد جدا لعملي في مجال الأطراف الصناعية لمساعدة جميع المرضى ومبتوري الأطراف لإعادتهم للحياة اليومية والعملية، لأن أشعر بنفس المعاناة والصعوبات التي يعانوها. ونشكر مركز الملك سلمان للأطراف الصناعية لإقامته هذا المركز ومساعدة الشعب اليمني.